خطط لإطلاق أول تاكسي طائر في شيكاغو في عام 2025. من المقرر إطلاق خدمة سيارات أجرة طائرة في شيكاغو عام 2025 بالتعاون بين الخطوط الجوية المتحدة وشركة آرتشر أفيشن، حيث أعلنت الشركتان عن خطط لإطلاق أول طريق للتاكسي الجوي في المدينة باستخدام طائرة آرتشر الكهربائية لنقل السكان بين مطار أوهير الدولي ووسط مدينة شيكاغو. وسيتمكن الركاب من السفر من وسط المدينة إلى المطار على متن الطائرة الكهربائية في غضون 10 دقائق تقريبا لتفادي حركة المرور في ساعة الذروة. ويأتي هذا الإعلان بعد أن وافقت الخطوط الجوية المتحدة على شراء ما يصل إلى 200 سيارة أجرة طائرة آرتشر العام الماضي في صفقة قيمتها $1 مليار، وتهدف شركة الطيران إلى نقل المسافرين إلى المطار بسرعة وأمان وبشكل مثالي مع الحد الأدنى من التأثير البيئي. وستكون طائرة آرتشر قادرة على حمل ما يصل إلى 4 عملاء من الخطوط الجوية المتحدة في وقت واحد ونقلهم لمسافة تصل إلى 100 ميل بسرعات تصل إلى 150 ميلا في الساعة. شكرا لمتابعتكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. باي باي.